مجد ورب الكعبة، دوي عزة شامخة صرخها حرام بن ملحان في وجه الطغاة أول ما شعر بلذة خنجر شق قلبه. وشعاركم في الكون سنة أحمد، أخلاقكم كالنور من قبس. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. حقيقة صارخة صرح بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمام فراعنة العصر، يصور عزهم وقلة حيلتهم ويرميهم في متاهات اليأس. وخذوا من التاريخ سر عظاته، كم سنة لله في صفحاته. وخذوا من التاريخ سر عظاته. أنا شهرام الأحمدي. جسوي شراني أحمدي. أنا شهرام الأحمدي. متى مات الشهيد ليموت شهرام أحمدي؟ نحن أمة إذا ما مات منا سيد قام أسياد. نبني مجدنا شباب أمتنا، أعيد عهدنا أمة لا تعرف الملل ولا طريق لليأس إليها. أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون. أمة شهيدها حي يرزق عند ربه. كون سنة أحمد والعلم نور يجتلي حجب. أمة تهفو الشهادة فهي أسمى أمانيها. حجب الدجى قود السفينة نحو سؤال الرجاء. من شهرام الأحمدي منام شهرام أحمدي. وحانا هاي شهرام أحمدي. من شهرام أحمدي هستم. مدنا هي شهرام أحمدي. أنا أم شهرام الأحمدي. وخذوا من التاريخ سر. أنى لهذه الأمة أن تموت أو تبان. وخذوا من التاريخ سر عظاته. لا تدرك الصفوية الحمقاء أن أهل السنة في إيران ليسوا أقلية، وأنهم ليسوا 25 مليونا فحسب، وإنما هم امتداد لأكثر من مليار ونصف مسلم. إنسان إلا ما سعى أن ليس لي. أنا شهرام.